اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم مشاهدينا الكرام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم في برنامجكم شذرات من نهج البلاغة. ما زلت في هذه الكلمات التي بينتها. أنا وضعت في الصغر بكلاكل العرب. بينت أن الإمام أمير المؤمنين صلوات الله عليه قتل أكابر العرب، متصدرين العرب. وراجع الذي يذكره الشارح المعتزلي من قتلى بدر. يقول المؤرخون: قتل الإمام أمير المؤمنين صلوات الله عليه في بدر 36 واحد من المشركين، أبرزهم عتبة، شيبة، الوليد، حنظلة ابن أبو سفيان أخو المعاوية. ارجع وياي إلى نص نهج البلاغة. يقول الإمام صلوات الله عليه لمعاوية: فأنا أبو حسن قاتل جدك وخالك وأخيك شدخا يوم بدر. جدك يعني عتبة بن ربيعة أبو هند جد المعاوية، وخالك الوليد بن عتبة أخو هند خال معاوية، وأخيك حنظلة ابن أبو سفيان أخو المعاوية شدخا. شنو يعني شدخا؟ يعني كسرا، يعني كسر الرأس الأجوف، لأن الكسر يأتي بالرطب واليابس. فأنا أبو حسن قاتل جدك وخالك وأخيك شدخا يوم بدر وغداة بدر، وهي أم وقائع كبرت وما زالت لهن ولودا، فالتح عتبة ثاويا بيمين من يمناه أردت شيبة ووليدا. هؤلاء سلوا سيف البغي فقتلوا به، يقول هو في نهج البلاغة بأبي وأمي. ومن سل سيف البغي قتل به. هذه العبارة أنا نفصلها، اللي يحب يراجع. ما تتصور قريش إش قد كانوا مستضعفين المسلمين قبل واقعة بدر. يرون أن لهم العدة والعدد، السلاح والمال، والمسلمين ما عندهم شيء. أبو جهل يقولهم: وما هم إلا أكلة رأس، ولو بعثنا عليهم عبيدنا لأخذوهم أخذا باليد. لكن بعد واقعة بدر وبعد واقعة أحد، شوف الإمام أمير المؤمنين صلوات الله عليه قتل نصف المشركين في بدر، وراجع 70 واحد من المشركين قتلوا في بدر، 70 واحد، 36 واحد، أكثر من نصف المشركين قتلهم الإمام أمير المؤمنين صلوات الله عليه. تخيل بعد واقعة بدر المشركين قاموا إذا رأوا علي بن أبي طالب في كتيبة تواصوا فيما بينهم خوفا منه. نعم، مفد واحد يقول: رأيت علي بن أبي طالب وقد شق العسكر، يقول: لقد علمت أن ملك الموت في الجانب الذي فيه علي بن أبي طالب. يا أمير المؤمنين ذو النور، إن نسج الضلال ملاءة. هذه الأبيات للشارح المعتزلي
بالعلويات السبعة عند كافية، واحدة من العلويات السبعة. ذو النور إن نسج الظلال ملاءة، دكناء فهو لسجفها هتاك، علام أسرار الغيوب ومن له خلق الزمان ودارت الأفلاك. في عضبه مريخها وبغرة الملهوب منها مرزم وسماك. طعن، أبيات صعبة يراد لها شرح، يقول طعن كأفواه المزاد ودونه، ضرب كأجداق المخاض دراك. متعاظم الأفعال لاهوتيها من اللاهوت للأمر قبل وقوعه دراك. طعن كأفواه المزاد ودونه، ضرب كأجداق المخاض دراك. متعاظم الأفعال لاهوتيها للأمر قبل وقوعه دراك. نعم، هذا هو علي بن أبي طالب صلوات الله عليه. يا أبا الحسن، وأنت أنت الذي لله ما فعل، وأنت أنت الذي لله ما فعل، وأنت أنت الذي لله ما صنع. يا أبا الحسن، وأنت أنت الذي لله ما وصل، وأنت أنت الذي لله ما قطع، وأنت من حمت الإسلام وفرته، عينية عبد الباقي العمري، وأنت من حمت الإسلام وفرته ودرعت لبدتاه الدين فادرعا، وأنت من فجع الدين المبين به ومن بأولاده الإسلام قد فجع. إذن أكثر من نصف المشركين في واقعة بدر قتلهم الإمام أمير المؤمنين صلوات الله عليه، والنصف الآخر علي بن أبي طالب صلوات الله عليه والملائكة والمسلمين. وهو القائل في نهج البلاغة: والله لو تظاهرت العرب على قتالي لما وليت عنها. وإن شاء الله تعالى أمر على هذه العبارة. وأيضا يقول في نهج البلاغة: إني والله لو لقيتهم واحدا وهم طلاع الأرض كلها. طلاع الأرض، يقول الشارح المعتزلي، يعني ملء الأرض. إني والله لو لقيتهم واحدا وهم طلاع الأرض كلها ما باليت ولا استوحشت. فاصل قصير وللحديث تتمة. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا وسهلا بكم في برنامجكم شذرات من نهج البلاغة. إذن هو القائل: إني والله لو لقيتهم واحدا وهم طلاع الأرض كلها ما باليت ولا استوحشت. خلصت واقعة بدر، تعرف ايش سووا المشركين؟ المشركين ما بكوا على قتلاهم حتى لا يشمتون بهم المسلمين، بدوا يخططون المشركين على حرب أخرى، يقاتلون النوب، النبي صلى الله عليه وآله والمسلمين. هند قالت لهم: الدهن علي حرام، الفراش علي حرام،
حتى أخذ الثأر، لأنه عتبة أبوها والوليد أخوها وشيبة عمها، لأن شيبة أخو عتبة وحنظلة ابنها، حتى صارت واقعة أحود. أذكر لك موقف من مواقف الإمام أمير المؤمنين صلوات الله عليه في واقعة أحد. خرج إلى البراز ضد المسلمين طلحة ابن أبي طلحة العبدري، هذا كان كبش الكتيبة. طلحة ابن أبي طلحة العبدري يوم أحد نادى قال له: يا محمد، أنتم مو تزعمون أنه إذا أجهزنا عليكم بسيوفنا تذهبون إلى الجنة، وإذا أجهزتم علينا بسيوفكم نذهب إلى النار، فمن منكم يخرج إلي حتى ألحقه بجنتي؟ طلعل قاطع الأصلاب ومفرق الأحزاب، يعني من يطلع له؟ من يفض هيش موضوع غير اللي ببالك وببال الجميع، غير علي بن أبي طالب صلوات الله عليه. طلعل الصابر الصوام والمهذب القوام، طلعل كبش العراق وأسد الحجاز. كبش يعني المتقدم في الكتيبة من ملك ونحوه. طلعل أسد الله الغالب في المشارق والمغارب علي ابن أبي طالب، مرتجزا بأبي وأمي: يا طلح، إن كنت كما تقول لكم خيول ولنا نصول، لكم خيول ولنا نصول، فاثبت لننظر أينا المقتول وأينا أولى بما تقول، فقد أتاك الأسد الصؤول بصارم ليس له فلول، ينصره القهار والرسول. قال: من أنت يا غلام؟ قال: أنا علي بن أبي طالب. شوف إيش قال طلحة، قال: لقد علمت يا قضم أنه لن يجسر علي أحد غيرك. قضم شنو؟ قضم من ألقاب الإمام علي صلوات الله عليه، لقب بهذا اللقب عندما كانت قريش تدص بيانها، ترمي التراب، ترمي الحجارة على النبي صلى الله عليه وآله. هذا نقل الأمر إلى الإمام أمير المؤمنين صلوات الله عليه، النبي الأكرم صلى الله عليه وآله نقل ذلك إلى أمير المؤمنين صلوات الله عليه. قال: يا رسول الله، إذا خرجت فأخرجني معك. فعلا قام يطلع وياه، ويأتون الصبيان كعادتهم فيقضمهم الإمام بآذانه وآنافه، يرجعون إلى آبائهم باكين يقولون: قضمنا علي، قضمنا علي. نعم، فهذا طلحة ابن أبي طلحة العبدري قال: أنا عرفت أنه ماكو واحد يشر علي غير أنت يا علي. فضرب الإمام صلوات الله عليه، طلحة ابن أبي طلحة العبدري ضرب الإمام، فاتقى الإمام الضربة بالجحفة. الجحفة شنو؟ ترس يصنع من الجلد خالي من الخشب. فضربه الإمام صلوات الله عليه ضربة
ضربة الإمام لطلحة ابن أبي طلحة العبدري أكو بيها ثلاث روايات. أكو رواية تقول ضربه على رأسه ففلق هامته وضربة السيف وصلت إلى لحيته وصرع. الرواية الثانية تقول ضربه قطع فخذيه ميناتين لكن ما أجهز عليه. ليش؟ لأنه لما وقع طلحة حلف للإمام صلوات الله عليه بالرحم وقالهم للمسلمين الإمام لما سألوه قالوا له ليش ما أجهزت عليه؟ قالهم والله لقد ضربته ضربة لن يعيش بعدها أبدا. وأكو من يقول ضربه فقطع ساق واحد. عموما بدأت سوءته طلحة ابن أبي طلحة العبدري. الإمام صلوات الله عليه لم يجهز عليه لأنه استحى من ذلك. ولذلك عمرو بن العاص وبسر ابن أرطأ يوم صفين شلون نجوا من الموت من سيف علي بن أبي طالب؟ ترى خلي بالك كانت قريش تلقب علي بن أبي طالب الموت الأحمر، الموت الأحمر، وكانت تطلق على بدر أيضا الموت الأحمر. شلون نجوا من الموت الأحمر من علي بن أبي طالب؟ لأن علي بن أبي طالب بأبي وأمي عنده حياء، تلميذ الرسالة ما ينظر إلى العورات. فعمرو بن العاص طلع سوءته، وبسر بن أرطأ طلع سوءته أيضا، لأن تعلموا هاي القضية من طلحة ابن أبي طلحة العبدري. توجيش له عموما استحى الإمام بأبي وأمي منه. أكو رواية تقول ضربه فبدرت عيناه. متوجه شلون؟ بدرت عيناه، فضرب على رأسه فبدرت عيناه. والكثير من الأمور الإمام أمير المؤمنين صلوات الله عليه يبينها موجودة في الروايات. لما قتل طلحة ابن أبي طلحة العبدري ماذا قال الإمام بأبي وأمه؟ إن شاء الله تعالى أمر عليهم. فقتل كبش الكتيبة طلحة ابن أبي طلحة العبدري، سقطت الراية، أخذها ابنه، قتله الإمام صلوات الله عليه، سقطت الراية. وهكذا تسقط الراية يوم أحد مال المشركين إلى حد أرطأ ابن شرحبيل، هذا آخر واحد قتل الإمام صلوات الله عليه من بني عبد الدار. من بعد ذلك عندهم مولى اسمه صواب أخذ الراية، قطع الإمام يمينه أخذها بشماله، قطع الإمام شماله، ضم الراية بين يديه المقطوعتين، قتله الإمام صلوات الله عليه. من بعد ذلك عندهم امرأة اسمها عمرة الحارثية أخذت الراية. اللي حسان بن ثابت قال ولولا لواء الحارثية أصبحوا يباعون في الأسواق بالثمن الوكسي. الوكس يعني النقص أو التنقيص. ولولا لواء الحارثية أصبحوا يباعون في الأسواق بالثمن الوكسي. على أمل اللقاء في برنامجكم شذرات من نهج البلاغة. والسلام عليكم مشاهدينا الكرام ورحمة الله وبركاته.